الأنظمة الإلكترونية والأنظمة التقنية لها نظم حماية، لكن الحلقة الأضعف في المنظومة كلها هو الإنسان. ما عندنا احنا نظام حماية يحمينا من الهجمات او الاختراقات الامنية او الابتزاز او الاستغلال او ما شابه. فالنظام الحماية الوحيد بالانسان هو الوعي اللي احنا راح نتطرق له اليوم ان شاء الله. يحاولون يخدعونا قد ما يقدرون عشان يطلعون معلوماتنا. اللحظات الاخيرة قبل سقوط الطائرة، شاهد اللحظات الاولى بعد الانفجار، ليس لارهاف القلوب، فوق 18 سنة تفتح الرابط يكون داخل فيروس. نزله ينزلك الفيروس.